أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم أو مساءكم على اختلاف توقيتكم. النهاردة الدكتورة المحترمة منى أبو زيد قدمت لنا دبلومة مجانية في إعداد دورات التخاطب والتوحيد اللي الناس كانت طلبوها بصفة عامة وبصفة خاصة عن طريق البيدج بتاعتنا. جزاء الله كل خير، يعني احنا جبنا نسخة مجانية من الأسطوانة ديت. طبعا هي كل المحتويات اللي فيه، يعني هي بمعنى اصح هي دبلومه، هي كانت في الاول هي كانت دبلومه كانت بتتشرح ومش عارف ايه، فيعني جزاهم الله كل خير عملوها في اسطوانه واحده بحيث الناس تتفرج عليها، بدل بقى ما تروح بقى تدفع فلوس ومش عارف ايه وتسافر ومواصلات وحوارات من دي. فبصراحه يعني ما شاء الله دبلومه من الالف الى الياء. طيب عناصر الدبلومه، يعني انا هسيب لكم طبعا رابط الموقع ده بحيث ان انتوا تقرأوا الحاجات دي. دبلومه اعداد اخصائي التخاطب، طبعا تشمل النظري وتشمل العملي. بنتكلم عن التخاطب، الامراض اللي بتحصل في الكلام. طب سن الاطفال اللي سنها صغير وعندهم تأتأة في الكلام، والاطفال لسه مش بيعرفوا يتكلموا. طيب والاخصائي هنا، طب وهل انا لو انا مثلا فاتح حضانه اعرف اتعامل مع الحاجات دي؟ طبعا عادي. يعني بمعنى صح المجال ده ليس حكرا على احد، عشان تبقى عارف. ما تقوليش مثلا ده انت لازم يكون معاك كذا عشان تشتغل في كذا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده اطلاقا. فالدبلومه نفسها اترفعت على اسطوانه واحده لكل حبايبنا. تشمل برضه الاعاقه العقليه، هنصنف لك ايه الخاص بالاعاقه نفسها. الاعاقه الجسمانيه بتبقى شكلها عامل ازاي، والاعاقه العقليه بتبقى شاملها عامل ازاي، والسن اللي بيتراوح فيه موضوع الاعاقه ده، والعلاج الميسر ليه، وازاي كنصايح ام لو قدر الله حصل. اصل خلي بالك برضو، يعني الحاجات دي بتصيب اغلبيه الناس. انت الام او الولي الامر هو اللي لازم يتعامل مع الحاله دي. انا مش كل شويه يا دكتوره ده بكذا يا دكتوره، ليه؟ لا، انت اصبح انت بتكتسب الخبره دي من نفسك، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. اكيد ما فيش حد مش بيعدي بالامور دي. طبعا في تكنيك برضو خاص بالتدريبات العمليه. تمام. طيب الجزء الثاني للشق الثاني اللي في ناس سألت عنه هو الضعف السمعي. ان في اطفال كتير اعزنا الله واياكم بيعانوا من الموضوع ده، ناقشناها برضه. طيب في برضه التلعثم، الناس اللي هي في اطفال صغيرين بيعانوا من الموضوع ده، ومش كده وبس، ده هم كبار برضه. يعني احنا شامل هنا وشامل هنا، لان برضه التخاطب ممكن، يعني ربنا يعافينا يا رب واياكم، مثلا تلاقي واحد عنده 20 سنه بيعاني من نفس الحوار. تمام. طب اللدغه ايه حلها؟ طب الصوت، وما ادراك ما الصوت بكل اللي فيه، سواء كان في احبال صوتيه من اول مخرج الصوت ومداخل الصوت والاوتار والاحبال والمشاكل اللي بتقدر تقابلني. طيب ماشي، نسيبكم في الحاجات دي. يعني المهم حجمها 340، اكيد يعني حجمها يعتبر يعني مضغوط الى حد ما. تحميل مرفق، عندك رابطين. الناس اللي مش بتعرف تحمل، انا هضغط على هنا وانا بفتح بقى، اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. انزل كده تحت الاقي كلمه تخطي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بس هو المشكله، بس انا لو عندي النت سريع كانت تلاقي الدنيا فتحت بسرعة. بقول لك 4 ثواني ويكون الرابط بتاعك جاهز. طبعا يستحسن ان عشان حجمها كبير ما تحملش من لو انت عندك اندرويد او عندك موبايل، يستحسن تحملها من اللاب. يعني انا شايف افضل لو نزلت تحت على فكرة بعد 0 ثواني الحصول على الرابط. وطبعا عشان انا حملتها هي تحت، عارف انت على الشمال، انا طبعا هفك هكنسل الموضوع. في رابط تاني برضو لو انا عايز احمل. على فكره مش فارقه ان انت تحمل، بس انا افضل انك تحمل من اللاب افضل. بليز كومبليت ذا كابتش تو كونتينيو، انا هقول له كونتينيو. ماشي. الاسطوانه دي يا جماعه بفضل الله عز وجل تغنيك عن اي حاجه لو انت صاحبه حضانه، خلي بالك، او انت مدرسه. شاف كده على الشمال سكيب ادز، بيقول لك ليف. ايوه عامل ليف. اي صفحه منبثقه انت بتقفلها خلي بالك، برضه نفس النظام، هتلاقي على الشمال تحت حملت، انا هقول له ريجكت او هكنسل الموضوع كله.
طب لو انت من موبايل، اعتقد الموضوع يبقى يعني ممكن لو من موبايل حمل من فايرفوكس احسن، يبقى حلو. يا ريت الناس تسيب تعليق حلو كده، واي استفسار تحت امر حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الموقع ده كان فيه دورة اليو سي ماس، افكركم بيها. الناس اللي عايزة اليو سي ماس برضو كانت موجودة. اليو سي ماس دي ما اقولكش عليها، يعني بمعنى اصح تمتلك طفلا عبقريا منذ الصغر. اشوفكم الفيديو التاني، يا ريت لايك وسبسكرايب ومشاركة للفيديو، واي تعليق كده تشجيع لينا، واي استفسار تحت امر حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.